اهلا بيكم في حلقه جديده من الريمونتادا، والبدايه مع الدوري ممتاز. النهارده كان في ماتشين في ختام الجوله الثالثه من الدوري. الماتش الاول جمع بين بيراميدز وامبي على استاد الدفاع الجوي نتيجه 1-0. هدف الماتش الوحيد احرزه فاستن مايلي في الدقيقه 13 عشان يفتتح سجله التهديفي مع الفريق السماوي، ويوصل بيراميدز النقطه السابعه من 3 ماتشات لعبهم في الدوري لغايه دلوقتي. والماتش الثاني واللي كان في نفس التوقيت جمع بين الاهلي والاسماعيلي على استاد برج العرب، واللي انتهى بفوز الاهلي بنتيجه 3-1. افتتح التسجيل بيرسي تاو لصالح الاهلي عند الدقيقه 23 قبل ما يضيف زميله حسين الشحات الهدف الثاني في الدقيقه 38. وفي الشوط الثاني رجع تاو عشان يسجل هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه الثالث عند الدقيقه 65. وفي نهايه الماتش سجل ياو انور هدف تقليص الفارق عند الدقيقه 90 عشان ينتهي الماتش بفوز الاهلي ووصوله للنقطه السادسه من ماتشين خاضهم في الدوري. الماتش شهد إصابة إمام عاشور لاعب الأهلي في الدقيقة 26 بعد التدخل مع محمد هاشم لاعب الإسماعيلي، وخرج من الملعب وهو بيعيط، ونزل بدل منه طاهر محمد طاهر في الدقيقة 31، وانتقل إمام عاشور للمستشفى عشان يتم تحديد حجم الإصابة. ومناسبة نهاية الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري، فاختلفت آراء الجماهير حوالين المستوى التحكيمي في الدوري بعد مرور 3 جولات لغاية دلوقتي. تعالوا نشوف آراء الجماهير في مستوى التحكيم بعد مرور 3 جولات ونرجع نكمل أخبارنا. طبعاً التحكيم بعد في الثلاث جولات مهزوز، في هزة. مشكلة ان قرارات تبع التيشيرت الالوان، مثلا بلعب الاهلي امبي، يعني كل دوت في، يعني تلاقي تحس ان الحكم مش متأثر. مثلا في بلان على المصري ما يتحسبش، الناس حواليه، المدرب يطلع يتكلم معاه، في ضغط عليه، الحكم مش قادر ياخد القرار، ودي حاجه يعني باينه. انا ليا تعليق بسيط على التحكيم، يا ريت يعني ياخدوا بالهم من التحكيم شويه، لان التحكيم عنصر اساسي من لعبه كره القدم، بس لازم المفروض ياخدوا بالهم منه كويس. يعني ما ينفعش التحكيم يعني احنا لسه في بدايه الموسم، المفروض يبقى اقوى من كده. في اخر الموسم اللي فات هو ماشي كويس، وبريرا برضو يعني من ساعه ما جه ظابط الدنيا، بس هو مشكلتي بس مع التحكيم اللي هو يعني ينسى الانتماءات ولون التيشيرت ويركز ويعني يجتهد في الملعب وكل واحد ياخد نصيبه. لازم نقف في ظهر الحكام وندعمهم، وباذن الله يعني نشوف دوري السنه دي دوري جامد يعني، وعايزين نبقى زي دوريات الاوروبا في التحكيم وفي الاداء وفي كل حاجه. واحنا عندنا حكام كويسين ولاعيبه كويسه ومدربين كويسين، بس احنا محتاجين بس اللي يدعمهم ويقف في ظهرهم واللي يطور من ادائهم. الجولات اللي فاتت عامه انا شايف ان في بعض الاخطاء بتصدر من الحكام، في اوقات يعني بيصدر قرار صح وقرار خاطئ، فدي يعني احنا عايزين نحاول نعالجها، وبنحاول في نفس الوقت يعني في لعيبه تستاهل ان هي تاخد قرار اللي هو الصح اللي المفروض الحكم بينفذه ككارت احمر. اما بالنسبه لبعض اللعيبه فدي ممكن يكون خطا بسيط جدا، هوب بتلاقي الحكم يديله انذار اصفر. طب على ايه؟ هي ما تستاهلش اصلا. يعني التحكيم لمد الحال متغير ماشي، يعني شويه كويس. عندك برضو مشكله في البار، يعني بيستعين الحكم اللي في الساحه يقول له مثلا حضرتك في كذا كذا، فالحكم اللي في الساحه عايز ياخد قراره هو، لان طبعا عشان ايه ما يطلعش غلطان. بس طب انت عامل الفار ليه؟ ما انت عامل الفار عشان لو عشان تصحح الاخطاء. الزمالك امبارح نجح في تحقيق اول فوز ليه في الدوري ممتاز على البنك الاهلي بنتيجه 2-1 في الماتش اللي جمع بين الفريقين على استاد القاهره الدولي. البنك الاهلي تقدم قبل الشوط الاول في الدقيقه 9 في الوقت البدل ضايع، وفي الشوط الثاني نجح زيزو في تسجيل هدف التعادل في الدقيقه 54، وفي الدقيقه الاخيره من عمر الماتش نجح شيكابالا في تسجيل هدف الفوز لصالح الزمالك بتسديده قويه على يمين حارس المرمى عشان ينتهي الماتش بفوز الزمالك. تعالوا نشوف آراء الجماهير في أداء الزمالك امبارح أمام البنك الأهلي ونرجع نكمل أخبارنا. أداء نادي الزمالك كان روعة امبارح، كان خسران واحد اتعادل وكسبنا الحمد لله، واللعيبة كان عندها روح إنها تكسب امبارح،
يعني الزمالك كان روعة امبارح والمدرب كان أروع منهم. بالنسبة للأداء، الأداء يعني مش كويس، وطبعا أداء الزمالك يرجع للمدرب. المدرب لسه لحد دلوقتي ما حطش إيديه على تقسيمة اللعيبة وتنظيمها، لأن المفروض برضو يكون التشكيل على الأقل ثابت، فيش تشكيل شكله ثابت بحيث الناس تبقى عارفة هيلعب إيه ويغير إيه. ولكن اللي شال الزمالك اليومين دولت إن اللي في حالة حلوة موجودة في الزمالك. الحالة دي نابعة من إيه؟ حاسين في حالة استقرار في تغيير في الإدارة، وكل حاجة بقت واضحة. وثانيا روح الجماهير، وجود الجماهير في الاستاد دي حرك أي حد، ولكن هم بيلعبوا برجولة وروح. كان ماتش حلو، بس الشوط الأول أنا ما شفتش الزمالك، يمكن على فترات هو زيزو بيحاولش، لكن الشوط الثاني بشوف الزمالك بيتحول 180 درجة، يبقى فريق قادر ياخد أي بطولة ياخد يدخل فيها. هو كان أداء امبارح كان رجولي، ده اللي كان الزمالك مفتقده من زمان، روح الفالينة الزملكاوية، روح الزمالك. لو الفريق بيلعب في كل ماتش كده ما فيش حد هيبقى ده اللي احنا محتاجينه. ده اللي احنا محتاجينه، مش مهم المكسب، المهم الروح اللعيبه وروح شيكابالا امبارح دي اللي المفروض يعني تسيد فريق نادي الزمالك كله. لا الصراحه هم عملوا ماتش جميل قوي، وفي كان في روح كده في الفريق، عملوا اداء غير عن الماتشين اللي فاتوا. الماتشين اللي فاتوا كانت تحس ان هم بيلعبوا بس لو نازلين ملعب وخلاص، لما الماتش اللي فات جايبين يعني الماتش اللي فات ده على طول جايبين عملوا روح وكسبوا، يعني كان في اداء. حتى حتى لما كان مطرود منهم واحد تعادلوا ورجعوا بروح كده، يعني رجعوا بعزيمه. لا طبعا الروح رجعت لنادي الزمالك تاني، وشفنا الاداء بتاعهم لا اتحسن كتير كتير، ودي روح نادي الزمالك اللي كانوا بيلعبوا بيها امبارح، دي روح نادي الزمالك. حتى لما كانوا برضو خسرانين وناقصين واحد كان لا فرقت كتير، لا اتعادلوا ورجعوا، كانوا ممكن كمان يزيدوا الاهداف اكتر من كده. دي روح نادي الزمالك اللي جماهير نادي الزمالك مستنيها منه. أعلن نادي شباب لوزداد الجزائري منافس الأهلي في دوري أبطال أفريقيا إقالة مدربه البلجيكي سفان فاندربروك. وأكد النادي في بيانه أن الإقالة تمت بسبب عدم توافق وجهات النظر بين المدرب البلجيكي ومجلس إدارة النادي، عشان خسارة شباب لوزداد قدام اتحاد خنشلة بنتيجة 3-2 هي الأخيرة لفان فاندربروك. أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد قرعة كأس أفريقيا 2023 المقرر إقامتها في كوديفوار. وأوضح الكاف في بيانه يوم الحد أن مراسم القرعة هتقام يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر الساعة 10 بالليل بتوقيت القاهرة. منتخب مصر متواجد في التصنيف الأول مع كوديفوار والسنغال والمغرب وتونس والجزائر. ومن الكرة الأفريقية نروح للكرة العالمية، والنهاردة كان في أكتر من ماتش في الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي. البداية مع تعادل برايتون وليفربول بنتيجة 2-2 في الماتش اللي جمع بين الفريقين على ستاد فالمر. نجح نجمنا محمد صلاح في تسجيل هدفين فريقه ليفربول عند الدقيقتين 40 و45. الماتش الثاني بين ويست هام يونايتد ونيوكاسل وانتهى بنفس نتيجة الماتش الأول بالتعادل الإيجابي 2-2. الماتش الثالث بين ولفرهامبتون وأستون فيلا وانتهى بالتعادل بنتيجة 1-1. وشهد الماتش حالة طرد لولفرهامبتون من نصيب ماريو لامينا عند الدقيقة 4 من الوقت البدل الضايع في الشوط الثاني. والماتش الرابع والأخير وقمة اليوم النهاردة واللي جمع بين أرسنال ومانشستر سيتي على استاد الإمارات، وانتهى بفوز الجانرز بنتيجة 1-0 بهدف سجله جابريال مارتينيلي قبل نهاية الماتش في الدقيقة 86. كده تكون انتهت أخبارنا النهاردة، ومكملين حلقتنا بعد الفاصل مع كابتن ميدو. اهلا بحضراتكم مره تانية في الريمونتادا. النهارده كان في ماتشين مهمين جدا في الدوري المصري. طبعا المباراه الاولى بيراميدز وامبي، وفوز مهم جدا لبيراميدز 1-0 على امبي في مباراه كان ممكن امبي ان هو يعوض اي وقت في الشوط الثاني، ولكن بيراميدز نجحوا ان هم يخرجوا بالثلاث نقاط تحت قياده باتشيكو المدير الفني البرتغالي. وطبعا مباراة الأهلي والإسماعيلي في ملعب برج العرب اللي انتهت بفوز الأهلي 3-1 على الإسماعيلي.
عشان يكون جدول ترتيب الدوري المصري. يعني طبعا لسه بدري على الجدول، لكن مهم جدا ان احنا نبتدي نعرف ملامح والبدايات بتاعت كل فرقه. فيوتشر العلامه الكامله 9 نقاط، سموحه في المركز الثاني 7 نقاط، زد 7 نقاط، بيراميدز 7 نقاط، الاهلي من مباراتين 6 نقاط، والمصري 6 نقاط، الزمالك 5 نقاط من 3 مباريات بعد فوزه بالامس على البنك الاهلي في الثواني الاخيره بهدف شيكابالا، بلديه المحل 4 نقاط، طلائع الجيش في المركز 9، اتحاد السكندري الاسماعيلي بفوز وحيد على الاتحاد السكندري وبعد خساره النهارده عنده 3 نقاط، الداخليه بفوزه الاول على ام بي رصيده 3 نقاط، الجونه 2، سيراميكا كليوباترا 0، ام بي 0، المقاولين العرب 0 اللي تحصل عليها من الزمالك، فاركو 0، واخيرا البنك الاهلي هو النادي الوحيد الذي يعني لم يتحصل على اي نقطه من اول 3 جولات في دوري النيل. يعني الاسماعيلي النهارده بيفشل في فك عقده الاهلي، وهل اصبحت مباراه الاهلي والاسماعيلي عقده بالنسبه للدراويش؟ النهارده الاسماعيلي حاول ان هو يلعب باسلوب مختلف عن مباراته السابقه امام الاهلي، كان في يعني بعض من الجراءه في التشكيل والشكل اللي كابتن ايهاب جلال كان عايز يلعب بيه، لكن خلونا نشوف الجمهور وجمهور الفريقين. كاميرا الريموتادا كانت موجوده في المدرج، جمهور الفريقين كان بيقول ايه قبل الماتش؟ دي حاجه جميله كويسه تمام. وفي معاه دلوقتي برضه ذكرى كويسه، يعني لما فرح محمد حسن في محمود الشبراوي، والله شايف النهارده في تثبيت للتشكيل، ده شايف الوجود المتاح ده انسب تشكيل موجود، ومعاك دكه برضه تقدر فيها ناس تقدر ممكن تستغل بيهم الاصل الثاني، بس انا شايف ده انسب تشكيل الماتش بتاعك. باذن الله يبقى الماتش احسن من الاهلي، تبقى تجربه حلوه قبل افريقيا، و انا اكسبكت من الشوط الاول باذن الله يخلص 2 أو 3 باذن الله. ان شاء الله يكون ماتش في فيلم كابتن، هيكون الاثنين ان شاء الله هيلعبوا ماتش كويس وهيلعبوا باسم مصر، وان شاء الله نتمنى الفوز الاسماعيلي باذن الله. ان شاء الله الماتش هيكون كويس، الاهلي يتفوق على الاسماعيلي لان كالعاده التاريخ بيقول كده، فان شاء الله بحجم التشكيل اللي مارسيل كولر عامله وسير الفريق الاهلي في الفتره اللي فاتت ان شاء الله يعني هيكسب النهارده ان شاء الله باذن الله، يبقى التوفيق يكون حليفنا النهارده ونكسب ان شاء الله حلو يعني. ان شاء الله هو ماتش صعب بس باذن الله ان شاء الله ربنا يوفقنا ونفوز النهارده ونتعادل. طبعا جماهير الفريقين متفائلين قبل المباراه، جمهور الاسماعيلي رغم عدم الفوز على الاهلي يعني في عدد مباريات كبيره جدا في السنوات الاخيره الا انه متفائل، خاصه يعني بعد الاداء في مباراه الاتحاد الاخيره، وكان متفائل بشكل كبير جدا قبل المباراه، ثقه كبيره جدا من جمهور الاهلي في فريقه بانه يقدر ان هو يفوز في المباراه ويتغلب على الاسماعيلي. تعالوا نروح لتشكيل الفريقين وازاي الفريقين او الاثنين مدربين بداوا المباراه النهارده كولر وايهاب جلال الاثنين بداوا الماتش بالاربعه 3-3 بافكار مختلفه. الكابتن نبدا الاول بتشكيل الاهلي، الاهلي طبعا بدا في الشناوي بالشناوي في حراسه المرمى، عبد المنعم وياسر ابراهيم الاثنين سنتر باكين، محمد هاني باك رايت، علي معلول باك ليفت، قدامهم كوكا نمره 6 على الدايره اللي واضح ان هو هيبتدي يعني يعتمد عليه كولر كرقم 6 في الفتره اللي جايه، على يمينه ديانجو، على شماله امام عاشور اللي يعني تعرض لاصابه، والاخبار اللي جات لنا ان الحمد لله الاصابه مش خطيره، اصابه يعني ممكن تاخد اسبوعين بالكتير في اربطه الكاحل. 3 قدام بيرسي تاو ناحيه اليمين، حسين الشحات ناحيه الشمال، وموديست
راس حربه في 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 شكل ال 4 3 3 اللي بيشتغل بيه كولر. هروح لتشكيل الاسماعيلي وبعد كده هرجع لكولر مره تانية. الاسماعيلي بدا يعني طبعا بال 4 3 3 بمحمد فوزي في حراسه المرمى، النجاز باك رايت، سنتر باكين نصر وهاشم، وباك ليفت اياد العسقلاني، قدامهم مخلوف ستة، وعلى يمينه عبد السميع، وعلى شماله وعلى شماله انا مش عارف اقرا عبد السميع الساعي اسف الساعي وعبد الرحمن مجدي وينج رايت انور ياو، وناحيه الشمال مروان حمدي. الفريقين 4 3 3 بافكار مختلفه، لكن نرجع للاهلي. الاهلي لو تبصوا على التشكيل يعني زي ما قلت لكم اللي بيميز كولر ان التشكيل معروف، اي فرقه كبيره لازم يكون التشكيل بتاعها معروف لجمهورها. احسن تشكيل ايه هو؟ في تغيير بيحصل على حسب المنافس، تغيير او اتنين. لكن النهارده لو سالت عيل صغير في الشارع ايه تشكيل الاهلي، هيقول لك تشكيل الاهلي الشناوي، عبد المنعم، معلول، رامي ربيعه او ياسر ابراهيم، ومحمد هاني. حاجه الوحيده ان كوكا ممكن دخل مكان مروان عطيه، حاجات بسيطه جدا لا تتعدى 20%. دي قوه الاهلي ودي قوه كولر. الناحيه الثانيه الكابتن ايهاب جلال يعني بدا بنفس التشكيل اللي بدا بيه في مباراه الاتحاد، وانا في رايي ماتش الاتحاد طمع كابتن ايهاب جلال شويه. يعني مش معنى ثبات تشكيل الناحيه الثانيه ان احنا بنتكلم ان كسبت ب 11 لعيب العب، لا المنافس مختلف. وفي رايي يعني طبعا كابتن ايهاب مدرب كبير، ولكن في رايي كان لازم ان يعني ماتش الاتحاد انت محتاج لعيبه ان انت تستحوذ لك على الكوره، وانا قلت واشدت الماتش اللي فات ان احسن ثلاثه لعيبه يستحوذوا لك على الكوره في نص الملعب في الاسماعيلي هم مخلوف وعمر الساعي وعبد السميع لعيب الكوره. بس ده ماتش على ملعبك وبتلعب فرقه وانت متوقع ان في اوقات كتيره ممكن كابتن طارق العاشر يسيب لك الكوره. ماتش النهارده مختلف، كان لازم يا محمد حسن يا عماد حمدي يكونوا موجودين في الثلاثه اللي بيلعبوا على الدايره. ده رايي يعني. ولكن الكابتن ايهاب جلال قرر ان هو يثبت التشكيل بتاعه اللي كسب بيه، ودي كانت في رايي مخاطره. ولكن الماتش صعب على الاسماعيلي، مش سهل بالظروف اللي بيمر بيها الاسماعيلي، ولكن يعني عايز فنيا اخش معاكم في شويه تفاصيل، وعايز اوريكم الشكل الدفاعي اللي حاول يلعب بيه الكابتن ايهاب جلال. لعبت نص الملعب بشكل كويس زي ما انتم شايفين، دي الاربعه 3 3 ده الشيب بتاع الاسماعيلي، في ترحيل بشكل كويس، اقف. ده الشكل اللي بيلعب بيه الكابتن ايهاب جلال، كانها 4 5 1. عمر الساعي بيزق مخلوف زائق، عبد السميع زائق، عبد الرحمن مجدي مواسطا نفسه بشكل كويس. الشكل الدفاعي اللي بدأ بيه الإسماعيلي شكل كويس وشكل طبيعي، يعني إن الإسماعيلي يلعب بالشكل ده. خط دفاع متقدم، وهقول لكم بعد شوية إيه المشكلة في خط الدفاع المتقدم. يعني هو خط الدفاع متقدم بشكل كويس، ولكن الوقفة بتاعت الباكات أكلم حضراتكم فيها. أقف. ده الشكل اللي الكابتن إيهاب جلال بدأ بيه المباراة، بيلعب في 25 ياردة، وده أنا في رأيي إن هو أفضل شكل تبدأ بيه كشيب فرقة وكشكل فرقة وتنظيم دفاعي. خط الدفاع يعتبر في مسافة كويسة جدا، بتتكلم في حوالي ممكن يعني 40 متر من الخط المرمى، يعني خط دفاع متوسط. الفرقة كومباكت بتلعب واحدة واحدة، بيرحلوا كويس. الناس بتطلع تضغط في نص الملعب، أدوار مميزة وطبيعية. ولكن النهاردة يا جماعة
اللي فرق ما بين الاسماعيلي والاهلي كواليتي اللعيبه. كواليتي اللعيبه دي صوره تانية بالشكل ال 25 متر اللي بيلعب فيهم الكابتن ايهاب كابتن ايهاب جلال. كواليتي اللعيبه بالذات في التلت الهجومي فرق بشكل كبير جدا. يعني لو قلت لحضراتكم بعض الاحصائيات عن المباراه هتعرفوا ان انا بقولها لكم حقيقه. يعني الاسماعيلي تخيلوا في مباراه خسر فيها 3-1 الاسماعيلي شاط 25 كره على الجون، الاهلي شاط 12 بس كواليتي اللعيبه وفرق كواليتي اللعيبه في التلت الهجومي خلى ترجمه الفرص والشوتس دي لاهداف. مثلا الكورنر كيكس مثلا او الركنيات 10 للاسماعيلي و3 للنادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي بيستفيد منها بشكل اكبر. عدد التمريرات بالنسبه للاسماعيلي اكتر، الاستحواذ اكتر، ولكن في لعيبه يعني بتميز فرقه عن فرقه بالكواليتي اللي موجوده عند اللعيبه. والحقيقه ده اللي حصل النهارده. بيرسي تاو صنع الفارق للاهلي، حسين الشحات صنع الفارق للاهلي. الناحيه الثانيه الفرص والقرارات في التلت الهجومي للاسماعيلي مش هي بتاعت لعيبه الاسماعيلي ابدا اللي احنا اتربينا عليه وشفناه. الاسماعيلي طول عمره عنده لعيبه في التلت الهجومي بتعرف تاخد قرار صح، بتعرف تصنع الفارق. الكلام ده مش موجود دلوقتي للاسف. ولكن عايز اوريكم واقول لحضراتكم ازاي كولر كان بيحاول ان هو يفك المشكله اللي قدامه بتاعت اللعب بخط دفاع يعني منظم وخط دفاع متقدم بعض الشيء الشكل ده. كان بيحاول يغير اللعب بسرعه عشان يعمل مشكله للاسماعيلي في الترحيل. كره بتتلعب في حته ودايما على طول بتتنقل على الناحيه الثانيه عشان الاسماعيلي اول ما ياخد وقته في الترحيل يكون معلول عنده وقت على الكره ان هو يعرف يشتغل. اتعملت 7-8 مرات كره بتتنقل في حته وتروح الناحيه الثانيه ودايما في جبهات في الاسماعيلي في اول نص ساعه زي ما انت شايف على طول بيبدا الهجمه في حته ويبتدي ان هو يشتغل عليها ان هي تتلعب دياجونال الناحيه الثانيه عشان يحط بيرسي تاو في موقف واحد على 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 واحد. وهو ده هي دي الطريقه اللي كولر او الاسلوب اللي كولر كان بيحاول يفك بيه التكتل الدفاعي للنادي الاسماعيلي. تعالوا نشوف الاجوان وازاي الاهلي قدر ان هو يتقدم في الشوط الاول. الجول الاولاني حسين الشحات كره يعني اخترق كويس جدا ولعبها وجت في القايم، ردت لبيرسي تاو كانها مكتوبه له، لكن برضو بدأ منين؟ من الجبهات، ان في 3 لعيبه عاملين اوفر لود ناحيه الشمال. حسين الشحات في افضل حالاته حاول ان هو يضمنها قوي، كان لازم ان هو يلف بطن رجله شويه وهو بيعمل الفينش. علي معلول اشتغل بشكل كويس جدا، جت لبيرسي تاو وبيرسي تاو مكمل بشكل كويس. لكن بص تحرك حسين الشحات ازاي، كمل ورا الكوره، داس على الكوره كويس. حسين الشحات في احسن حاله فنيه ليه، لكن كان لازم يفنش الكوره احسن من كده. كان لازم ان هو يحاول ان هو يقفل بطن رجله وهو بيلعب الكوره، لان محمد فوزي مش طالع عليك فارد نفسه او قافل لك الجون، لا ده الجون مفتوح زي الجول اللي جابه النهارده محمد صلاح، كره داس عليها راح حاططها في الزاويه البعيده. يعني بس امام عاشور عملها حلو قوي. يعني امام عاشور على فكره قبل ما يخرج كان كويس جدا، وهي دي الحته بتاعت امام عاشور اللي يقدر يشتغل فيها بشكل كويس، حته نمره 8 سواء ناحيه اليمين او ناحيه الـ الشمال. ده دي الجبهات والاوفرلود ونموذج للاوفرلود اللي بيبقى على ناحيه معينه على الاجناب بالرقم 8 بالجناح بتاعك بال 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 بالفول باك بتاعك اللي متقدم. افكار كولر واضحه وصريحه، ولكن هي الافكار الاساسيه اللي تقدر ان انت تبني بيها هويه لفرقه بتلعب على الفوز بالبطوله. الهدف الثاني طبعا كره في هجمه مرتده لعبت الاسماعيلي، يعني عبد السميع بيرد بيحاول يرد ورا الكوره وقفوا بشكل كويس. كره كوكا عملها حلو قوي، وانا كلمتكم على جوده كوكا وان كوكا مشروع لعيب كويس قوي.
تحرك بيريسيتاو تاني، كرة الشناوي بيبدأها، كرة بتتلعب الإمام عاشور، بيطلع بيطلع الكرة، الإسماعيلي واقف كويس، وقف وقف طبعا مشكلة كبيرة جدا في وقفة الديفنس بتاعت نادي الإسماعيلي. هنا الراجل كوكا عنده وقت على الكرة، صح؟ عنده وقت على الكرة، ما ينفعش ان انا افضل العب خط دفاع متقدم والراجل عنده وقت على الكرة وما فيش ضغط على الكرة. كان لازم خط دفنس الاسماعيلي الوقت اللي الراجل اللي كوكا وقف بيها وبص فيها، كان لازم الدفنس ده ينزل 4-5 ياردة، ما يبقاش خط الدفاع متقدم كده وما فيش ضغط على الكرة بالشكل ده، خاصة في الـ في الـ في, الـ في التحرك بتاع حسين الشحات، والمسافات ما بين الأربعة يعني كويسة، لكن الوقفة غلط، الناس واقفة بوشها، مفيش ضغط. حتى لو هتلعب خط دفاع متقدم كده لازم الناس تبقى واقفة بجنبها ومستعدة ومستعدة للجري، مستعدة ان هي تجري تخش في سباق مع الراجل اللي بيتحرك في مساحة. عايز اوريكم الناس بره لما بتلعب خط دفاع متقدم بتقف ازاي، واضرب لكم مثل بتوتنهام. توتنهام يعني تحت قيادة انجي واحد من افضل الفرق في الـ في الـ في البريمير ليج. بصوا الناس لما بيكون الناس عندها وقت على الكوره، دي مثلا مع بوتشيتينيو، اسف يعني مع بوتشيتينيو يعني خط، بص الناس واقفين ازاي بجنب مستعدين ان هم يخشوا في سباق سرعه مع المهاجمين اللي بتتحرك. وهنا في 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 الفتره دي كان بوتشيتينيو بيلعب بخمسه ورا، لكن ايا كان خمسه او اربعه ما ينفعش يلعب. ارجع لي بقى باللقطه بتاعت الاسماعيلي، هتلاقي ان لعيبه الاسماعيلي واقفين حاجه تانية خالص غير الكلام اللي حضراتكم شايفينه. الناس واقفه بوشها، واحد واقف جنبه، واحد واقف بوشه، عقبال ما تلف والراجل عنده وقت على الكوره. حسين الشحات كان خلاص راح هو الجون، راح هو الجون خلاص. فالناس بتتكلم بتقول ايه الفرق ما بين الكره اللي احنا بنلعبها هنا والناس بتلعبها بره، التفاصيل البسيطه. بص بص ناصر واقف ازاي، نصر واقف يعني واقفه غلط، واقفه يعني حاجات تفاصيل صغيره لازم المدافعين يشتغلوا عليها. لكن الكره طبعا حلوه جدا من كوكا، لكن لو نصر ده واقف بجنبه وواخد خطوتين لورا سنه، لا نصر هو المشكله. حد يقول لي حمدي النجاز، حمدي النجاز اوكي ماشي، كان ممكن ان هو يكون بدايه وقفته احسن. طبعا ارجع تاني، حمدي النجاز بداية وقفته وحشة جدا، وهي دي مشكلة النجاز. لكن الهجمة المرتدة نموذجية من الأهلي، نموذجية. كوكا مودست سقط خطوتين، نصر مش عارف، أنا مش عارف نصر بيعمل إيه، النجاز وقفته غلط. لا يمكن لعيب دولي لعب حوالي أكتر من 40 مباراة دولية وبخبرة النجاز، خلينا انا دايما ادي العذر للعيبه، انا اشدت بالنجاز في الماتش اللي فات، لكن الوقفه بتاعت نصر والنجاز وقفه اساسيات المدافع. يعني خلينا نقول ان النجاز مش جاهز، بقاله فتره ما بيلعبش ماتشات، ما دخلش الا الماتش اللي فات بس، واتكلمنا كلنا عن شخصيته واهميه النجاز للاسماعيلي وخبراته الكبيره. لكن بدايه وقفته في الكوره دي ملهاش علاقه بان انت جاهز او مش جاهز، دي خبره. انا افتكر كويس قوي ان الكابتن ابراهيم حسن قبل ما يبطل يعني قعد 3 4 مواسم بيلعب بمخه، لا يمكن كره زي دي تتلعب فيه، بيلعب بخبرته وقفته، ازاي امتى تقدم امتى اقف امتى اشيل شويه مجهود للربع ساعه اللي جايه، حاجات بتيجي مع الوقت ومع السنين. المفروض الطبيعي ان النجاز يكون وصل للمرحله دي، ان حتى لو انا مش جاهز مش فت 100% لازم ان انا اكون عندي الذكاء ان انا اقدر ان اطلع شكلي كويس. وهو ده المشكله اللي موجوده عند لعيبه كتير، والمشكله النهارده كانت موجوده عند النجاز. تعالوا نشوف جمهور الفريقين بين الشوطين، بين الشوطين كان بيقول ايه.
الشوط الاول كان كويس جدا، وحسين الشحات بيلعب اداء كويس جدا. برضو محمد عبد المنعم كان دوره كويس، بس مودس مش باين خالص، مختفي. الاصابه بتاعت امام عاشور طبعا هتاثر الشوط الثاني. ان شاء الله الاهلي هيكسب 3-0. الشوط الثاني ان شاء الله باذن الله هيبقى الاداء احسن من كده، وهنسجل جون ثالث، وان شاء الله الاهلي يكون افضل. يعني الشوط الاول كان شوط حلو جدا، النادي الاهلي نازل ضاغط على الاسماعيلي، مفيش اي فرصه، يعني ما ادلهمش اي فرصه يفرضوا سيطرتهم على الماتش ولا حاجه. احنا نازلين ضاغطين، ان شاء الله تبقى خلاص 4 زي كده الثلاث السنه اللي فاتت. يعني طبعا لجمهور الاهلي غير، مش موضوع ثقه، يعني مبسوط بشكل الفرقه، مبسوط بشكل الفرقه ليه؟ لان في شكل معين هم رايحين عليه، عارفين، اسف، عارفين ايه الفرقه اللي هتلعب، مين التشكيل، مين اللعيبه اللي هتبقى موجوده. مش كل مره بيروحوا يحذروا يفذروا مين اللي هيبدا النهارده. فواثقين بشكل كبير جدا في فريقهم، والسبب كولر والمدرب. المدرب عنصر مهم جدا، وانا كلمتكم في فكره ان كولر ممكن ما يكونش عبقري، ما يكونش احسن، عنده افكار يعني عبقريه، لكن بيعمل الاساس صح، حتى وهو بيدور لعيبته بيدور لعيبته صح. ولكن النهارده عايز اروح برضو تاني فكره الاسماعيلي، وانا انا فاهم كويس قوي كابتن ايهاب جلال كان عايز يعمل ايه. كان عايز يلعب بثلاثه لعيبه، لعيبه كوره، فيقدروا ان هم يعملوا استحواذ كويس يعني وتحت ضغط، والضغط المتوقع من لعيبه نص الملعب بتاع الاهلي ان هو يحافظوا له على الكوره. ولكن في الاربعه ثلاثه ثلاثه مهم جدا ان اللعيبه الثمانيات لما يكون في ضغط، يعني ده الشيب الدفاعي بتاع الاهلي قدامكم. بص، عبد السميع مخلوف هو بيستلم، عبد السميع وعمر الساعي الاثنين واقفين ما بيحاول ما يعني واقفين قدام لعيبه نص الملعب بتاع النادي الاسماعيلي بتاع النادي الاهلي. مفيش اي مشكله. المفروض الطبيعي ان عبد السميع وزي ما عبد السميع عمل دلوقتي كده، ان هو يطلب الكوره بقى، ان هو يطلب الكوره، لا راح على جنب بقى قدام لعيبه الاهلي، قدام نص ملعب بتاع الاهلي. لما بنشوف يا جماعه، انا النهارده بتفرج على ماتش ارسنال ومان سيتي مثلا، اللعيبه على طول، لعيبه نص الملعب بتاعه السيتي على طول بيطلبوا الكره في مربعات بين الخطوط بتاعه ارسنال، وهو ده اللي عامل مشكله كبيره جدا لارسنال طول الماتش. انما احنا بنشوف هنا اللعيبه ماشي، اللعيبه بص اهو، اقف كل اللعيبه. عمر الساعي رايح يستلم الكره فين؟ جاب الضغط على اياد العسقلاني. بالعكس، هو انا فاهم وعايز يديله اوبشن، لكن سيب الحته دي للمخلوف، وانت راجل شد على فوق، اطلع على فوق، ما تجيبش الضغط معاك وما تجيبش اللعيبه معاك. ف حاجات ما يعني تفاصيل صغيره لو عايزين، يعني خلي بالكم الكلام ده مش على الاسماعيلي بس، على معظم الفرق. وبرضو في جزء مهم جدا برضو عشان ما نظلمش المدربين في التأسيس، ان اللعيب المفروض يكون متعلم الكلام ده من هو عنده 10 سنين و11 سنه و12 سنه و13 سنه، ازاي ان هو يفضي نفسه ما بين الخطوط. ازاي النهارده لو جبت عبد الله السعيد تشوفوا ازاي بيستلم الكره بين الخطوط بذكائه وبفكره، ان هو دايما بيفضي نفسه ما بين الخطوط ويسبب مشاكل لاي فرقه بيلعب قدامها. الكلام ده للاسف ما بقاش موجود عند اللعيبه الثمانيات او اللعيبه رقم 10 اللي موجود عندنا في معظم فرق الدوري. ولكن الاسماعيلي خسر النهارده، ولكن عايز احيي جمهور الاسماعيلي انه اصبح واقعي بعض الشيء. ان النهارده في فيديو يعني الجمهور الاسماعيلي رغم الخساره بيحيي فرقته وعارف ان فرقته الامكانيات بتاعتها دلوقتي مش زي الامكانيات بتاعت زمان، وان المدرب بيلعب بالكروت المتاحه واللعيبه المتاحه اللي معاه اللي يقدر يطلع بيها بشكل كويس وباقل خسائر. هي دي الحقيقه. وهو مش معنى كده ان ده استسلام للواقع، ولكن في وقت من الاوقات
لازم تبقى واقعي عشان ما تحطش ضغوط على الناس هم ما يستحملوهاش ولا امكانياتهم تؤهلهم مع احترامي ان هم يبقوا. انا عايز اسمع جمهور اسماعيلي. برافو جمهور الاسماعيلي لان هو ده الدعم اللي اللعيبه والفرقه محتاجاه دلوقتي والفوارق الفنيه كبيره بكل صراحه ما بين فريق الاسماعيلي وما بين فريق الاهلي. النهارده كابتن ايهاب حاول ان هو يلعب بتنظيم كبير وشرحت لحضراتكم الشيب الدفاعي والشكل اللي كان بيحاول ان هو يلعب بيه لكن في فرق في كواليتي اللعيبه. اسم الاسماعيلي كبير جدا جدا ولكن الواقع دلوقتي كماتش كورة الخناقة صعبة مش سهلة. الكورة محتاجة إمكانيات ومحتاجة إدارة جيدة. الإدارة بتاعت الإسماعيلي لسه جاية جديد بتحاول إن هي تعالج الأخطاء وبتحاول إن هي تخرج النادي من المشاكل الكبيرة اللي موجودة فيه. وقف قيد مفيش لعيبة إدارة تعاقدوا معاها. قطاع الناشئين جيد ولكن مش زي زمان طبعا. مش زي الاسماعيلي اللي كل سنه بيطلع 2 3 لعيبه بيلعبوا مع الفريق الاول فكلها ظروف صعبه. الاول كان جمهور الاسماعيلي يعني بيعاملوا الناس اللي موجوده اللي شغاله كلام اللي بقول لكم ده مثلا من 7 8 سنين بيعاملوهم مثلا كان بقى دول الدراويش بتوع على ابو جريشه وحازم الله يرحمه ومحسن عبد المسيح واللعيبه الكبار كلهم او مثلا جيل التسعينات حمزه الجمل وفوزي جمال والعجوز واحمد فكري الصغير ومحمد صلاح ابو جريشه واللعيبه الكبار كلهم اللي كانوا موجودين. دلوقتي الكلام ده مش موجود وهو مش متاح. فبحيي جمهور الاسماعيلي على انه حيى فرقته بعد المباراه. الخساره والهزيمه امام الاهلي في الموقف الحالي تعتبر طبيعيه طبيعيه. تعالوا نشوف تصريحات الاثنين مدربين ونبدا بتصريحات مارسيل كولر المدير الفني السويسري للنادي الاهلي. اتكلم بعد الماتش وقال انا سعيد بالفوز اللي حققناه قبل التوقف الدولي والوصول الى العلامه الكامله في الدوري طبعا بالفوز في مباراتين من اصل مباراتين والحصول على 6 نقاط والعلامه الكامله بالنسبه للاهلي يعني ان هو لعب ماتشين. المباراه كانت صعبه وضد منافس قوي وكان لابد ان احنا نكون في كامل تركيزنا ونجحنا في استغلال الفرص التي سنحت لنا. هو ده الكلام اللي بقوله لكم. كواليتي اللعيبه ان بتعرف تجيب جون توصل في الثلث الاخراني تعرف تاخد قرار صح مفيش توتر مفيش ضغوط لعيبه كبار. حزين للاصابه اللي تعرض لها امام عاشور واتمنى الا تطول فتره غيابه عن المستطيل الاخضر. طبعا زي ما قلت لحضراتكم امام اتغير وخرج. الف سلامه على امام عاشور ان شاء الله تاكدنا ان الاصابه مش قويه اسبوعين بالكتير يعني. طاهر محمد طاهر اعطى الاضافه بعد مشاركته وكان نشيطا بسبب تحركاته في المستطيل الاخضر التي كانت مميزه. طبعا انتوا عارفين بعد ما امام طلع كولر قلبها 4-2-3-1 ولعب بطاهر نمره 10 قدام ديانج وكوكا وكان كويس جدا طاهر. الاسماعيلي قدم مباراه بيشيد كولر طبعا بالاسماعيلي واتكلم على نفس النقطه اللي انا قلت لحضراتكم عليها ان حته استغلال الفرص وحته هو طبعا ما بيقولش الفرق ما بين كواليتي ما بين اللعيبه عشان هو ما يقدرش يعني ان هو يقلل من الاحترام للاسماعيلي طبعا كمنافسين وده كلام محترم ولكن اتكلم ان ان ان, إن اللعيبه بتاعت الاهلي استغلت الفرص اللي جات لهم. لا يوجد لدينا مشاكل دفاعيه هناك بعض الاخطاء وبالطبع نعمل على تحسينها وسعيد بمستوى محمد الشناوي
حارس المرمى. وطبعا مهم جدا ان الشناوي يكون في حاله جيده قبل معسكر المنتخب، وهو الحارس رقم واحد دلوقتي في مصر بدون منافسه. لو بصيت على موقف كل الحراس اللي موجودين في مصر، مفيش حد يقرب من الشناوي، مفيش. فالكولر بيتكلم على يعني سعادته بجاهزيه الشناوي. تعال نشوف الكابتن ايهاب جلال المدير الفني للنادي الاسماعيلي قال ايه بعد المباراه. قال ان اللعيبه يعني انتبهوا بعض القلق، وده اثر على عدم استغلال. برضه بيتكلموا في نفس الدايركشن ونفس الاتجاه اللي بنتكلم فيه، وفي فوارق خبره ما بين الفريقين كبيره يعني، ودي حقيقه طبعا بيقولها كابتن ايهاب جلال بعد المباراه. الفريق قدم مباراه كبيره، ولكننا دفعنا ثمن التسرع وعدم التوفيق امام مرمى الفريق الاحمر. عنده حق يعني، فرق كواليتي لعيبه قلت لكم. الاداء مبشر رغم تذبذب النتائج، واتمنى ان يحقق الفريق نتائج جيده هذا الموسم. خسرنا ثلاث نقاط، واتمنى تعويض هذا الامر مستقبلا في مباريات الدوري. يعني دي تصريحات كابتن ايهاب جلال. وطبعا يعني لسه الدوري طويل، الاسماعيلي لعب ثلاث ماتشات في تقييم يعني لبدايه الاسماعيلي. الماتش الاول كان سيء جدا امام زد، الماتش الثاني امام الاتحاد كان جيد جدا ولعب ماتش كبير جدا بذكاء كابتن ايهاب جلال في تغيير التشكيل واللعب بلعيبه عندها استحواذ كويس واشتغلوا كويس جدا في مباراه الاتحاد. الماتش الثالث مباراه الاتحاد خدعت الكابتن ايهاب جلال، خليته يبدا بثلاثه لعيبه في نص الملعب، كان لازم يحصل تغيير في واحد فيهم، ولكن الشكل جيد، يعتبر التنظيم جيد. في حاجات كتير يقدر الاسماعيلي يبني عليها للمباريات القادمه، زي ما كابتن زي الكابتن إيهاب جلال اتكلم بعد المباراة. طبعا إمام عاشور يعني تم استبعاده من قائمة المنتخب رسميا، وده خبر لسه خارج دلوقتي بشكل رسمي. واستدعاء أحمد نبيل كوكا. مين أول واحد قال لكم على كوكا؟ نطلع فاصل، وبعد الفاصل هينضم لي الكابتن عماد النحاس نجم الإسماعيلي والأهلي السابق، وأحمد دودار نجم نادي الزمالك السابق. كانت مباراة صعبة على النادي الاهلي ماشي، لكن احنا الحمد لله كنا قدها، قدرنا ان احنا نفرض اسلوب لعبنا في الملعب وان احنا نقدر نخطف الثلاثة بونت الحمد لله. الحمد لله فوز مهم طبعا، كسبنا ثالثة كده، ثالثة على المصري وثلاثة على الاسماعيلي، والحمد لله فوز مهم الحمد لله. بيرسي تاو طبعا راجل المباراه صراحه، بيرسي تاو النهارده اداء ورع من بيرسي تاو، والماتش اول حاجه كان كويس جدا، ان شاء الله نحقق البطوله في افريقيا السنه دي، والف الف مبروك كل الاهلاويه. طبعا بيرسي تاو نجم الماتش، احسن لاعب في النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، طبعا منظومه كلها كويسه، فطبعا نرجع بفضل الله للاداره اولا وبعد كده مستر كولر ثانيا. بسم الله ما شاء الله العظيم، يعني مستر كولر كل ماتش متعنا، ماتش ثلاثية، ماتش رباعية، متع كل الاهلي متعنا كلنا، لا واحد ولا اثنين ثلاثة واربعة. كيف حسيت اسماعيل؟ والله احنا لعبنا في اول الماتش اسلوب كويس جدا، ضيعنا فرص كتير، والشوط الثاني برده نفس الكلام، بس كان في تهاون من اللعيبه كتير، يعني مثلا الهجمات ما كناش بنرجع فيها. مبسوطين بالاداء والحمد لله انها جت على قد كده،
3-1 بس أدينا ولعبنا قدام الأهلي احنا ما توقعناش كده. وتحية لكابتن إيهاب جلال وكابتن ميتو وكابتن ميلو والحمد لله إنها جت على قد كده. بصراحة اللعبة كلها عملت اللي عليها يعني، بس هو الفرق إن الأهلي أجمل يعني كواليتي، إنما الأهلي ما لعبش كورة خالص. أنت دفاعك أوحش من الأهلي بكتير، الأهلي لا بيعرف يقف وفي فرق كبير ما بين الباك والمساك عنده وعندك أنت كمان. قفلنا كويس، ضغطنا كويس، فرق خبرات، فرق صفقات، عيال لسه صغيرة برضه لسه ناشئين، فرق ما بين الأهلي بيلعب بدل في السنة بدل بينافس على 5-6 بطولات وأنت بتلعب لسه موقف الكود بتاعك. اه في تحسن ولو كملنا بشكل هيبقى احسن الموسم اللي فات، بس مش ده اللي احنا مستنيينه، مش دي جماهير الاسماعيلي اللي هي مستنياه يعني، مش ده اللي احنا مستنيينه. الفوارق، الانطلاقات، الخط الدفاع عندنا محتاج ياخد باله من الحته دي، المان تو مان، الاختراقات من العمق، كل ده محتاج شغل من كابتن ايهاب. احنا عارفين ان هو واخد فريق مفيش تدعيمات وبيبني فرقه قدامه وقت، ربنا يسهل ان شاء الله. لسه الموسم طويل، احنا النتائج كلها الفرق بتتغلب وبتكسب، بس اللي باين احنا الحمد لله مش هنعاني ان شاء الله، احنا لينا شكل وان شاء الله الماتشات الجايه هتجيبنا. نفسي الحكم يراعي ضميره، محمود البنا ده يراعي ضميره، يراعي ضميره قدام ربنا، ومفيش اهلي ولا اسماعيلي ولا زمالك، ده كوره، حكم يحكم بعدل ربنا، لان لينا ضربتين جزاء ما اتحسبوش بخلاف طاهر المفروض يطرد ومحمد هاني المفروض يطرد، وضربات معتمده من اللعيبه نفسها، ولكن نقول الحمد لله واداء مشرف للعيبه وشكرا للعيبه كلها. طبعا ماتش جميل جدا مفتوح من الطرفين الاهلي والاسماعيلي، بس طبعا الاهلي فرقه كبيره وجامده طبعا وكده، فالاسماعيلي على قد ما قدر لعب الحمد لله وكان موفق باذن الله، والدليل على كده شجعناه حتى بعد الماتش وكده، فهارد لك للاسماعيلي ومبروك للاهلي. الحمد لله على كل حاجه، بس هو فرق امكانيات النهارده، اللعيبه لعبت ماتش كويس، ايهاب جلال محضر فريق حلو وفي ظل يعني وقف القيد وكل حاجه، بس هي الفكره فرق امكانيات، فهو النهارده اللي فرق النهارده في الماتش. تشكيل كويس يعني باين مركبه الماتش، حتى شوف في كام شوطه احنا شايطينها الاهلي، الثلاث هجمات اللي جوله هم الجوان. لسه المشوار طويل وان شاء الله يعني ربنا يسهل والفرقه تبقى كويسه. شغل كابتن ايهاب باين قوي، لازم الناس كلها تدي الدعم للفرقه، محتاجين ان احنا نقف جنبهم، واللي احنا عملناه قدام فرقه زي الاهلي بتقولها والمحترفين اللي فيها، فالنتيجه دي كويسه قوي وعادله قوي بصراحه. انا بشوف النتيجه النهارده 3-1 مرضيه ليا انا كشخصيا، زائد ان في ضربتين جزاء ما اتحسبوش، فبنقول يعني التوفيق ده من عند ربنا، ولكن ان شاء الله جاي احسن. بعض الجماهير قالت ان لازم الكود يتفتح في النادي، لازم في تدعيمات في النادي. والله هي الفكره مش في القيد، الفكره مش، ما هو القيد ممكن يتفتح في اي وقت، لكن المشكله في الامكانيات الماديه والقدرات اللي هنقدر نشتري بيها لعيبه او ندعم بيها، هل هي موجوده دلوقتي؟ الله اعلم، انا ما اعرفش، لكن هي المشكله مش في القيد، القيد ممكن يتفتح النهارده، ممكن يتفتح بكره، بس هي المشكله ان انا طبعا يعني ما يعني عايزين دعم للنادي الاسماعيلي، انا بصراحه بشفق لكل ما بشفق على كل مجالس الادارات اللي جت الدورتين اللي فاتوا او الثلاث دورات اللي فاتوا، احنا الامكانيات بتاعتنا الفرقه ضعيفه جدا، ما فيش فلوس، ما فيش امكانيات، النهارده احنا هنعمل مقارنه بينا بالاهلي، النهارده 8 لعيب واحد في الاهلي، النهارده 8 لعيب واحد بالفرقه بتاعتنا كلها النهارده. اهلا بحضراتكم مره تانية في الرومنتادا، ولسه مكملين كلامنا عن ماتش الاسبوع. قمه تاريخيه ابتدت ان ملامحها للاسف يعني تبهت شويه. الاهلي ملوش ذنب طبعا، الاهلي ماشي بقوه وماشي بالمستوى والتطور الطبيعي اللي هو المفروض يتطور بيه بشكل طبيعي، ولكن المشكلة الحقيقية إن الإسماعيلي بيواجه أزمات كبيرة جدا، أو واجه أزمات كبيرة جدا خلال السنوات الماضية، سوء إدارة وقرارات إدارية خاطئة في بعض الأوقات، سوء صرف
في وقت من الاوقات الاسماعيلي على فكره جاله فلوس كويسه جدا في السنه بتاعت ابراهيم بيه عثمان، البيع لعيبه ب 150 مليون جنيه، كان ممكن يبني فرقه ويشتغل صح، يفضل باني فرقه 10 سنين للاسماعيلي. حاجات كلها بنتمنى ان الناس تتعلم من اخطائها يعني. ولكن نرجع نتكلم في الكوره، ومفيش حد يكلمنا في الكوره عن الاسماعيلي والاهلي اكتر من واحد انا بعتز بيه جدا على المستوى الشخصي، وكان لعيب كبير قوي ومدرب كويس جدا، واثبت نجاحات في كل الاماكن او معظم الاماكن اللي راح اشتغل فيها، وكان ليبرو محترم في جيل ذهبي، لها الجيل الذهبي في الدراويش، ثم بعد كده طبعا انتقل للجيل الذهبي تحت قياده مانويل جوزيه، وكان ترس اساسي في فرقه مانويل جوزيه الكابتن عماد النحاس. كابتن عماد مساء الخير. مساء الخير يا ميزان، نورنا غد. لا حبيبي انا بشكرك طبعا، وبشكرك اكتر ان انت بتديني الفرصه ان انا اكون موجود معاك النهارده، وده شرف لينا يا غد. وهنتكلم انا عارف على كتير عن نادي الاسماعيلي والنادي الاهلي النهارده ان شاء الله. ان شاء الله بيشرفني ان انا اكون يعني ضيفي نجم الريمونتادا ونجم نادي الزمالك السابق الكابتن احمد دودار. دودار مساء الفل حبيبي يا كابتن، عامل ايه؟ اخبارك يا كابتن؟ الحمد لله طبعا، مبسوط ان انا معاك طبعا، ومبسوط ان انا مع كابتني كابتن عماد النحاس، واحد من المدربين المحترمين جدا ومن الشخصيات اللي انا بحبها جدا يعني. طبعا كابتن عماد، يعني عايز ابدا معاك بالنادي الاسماعيلي، ومش عارف رايك ايه يعني. انا كنت بتكلم ان انا حاسس ان الماتش بتاع الاتحاد خدع كابتن ايهاب شويه، خلاه ان هو يضطر ان هو يثبت نفس التشكيل اللي كسب بيه في وقت كان ممكن يبقى فيه عنصر او اتنين يخشوا يخلوا الاسماعيلي بنفس التنظيم الدفاعي ده يبقى شكله افضل كتير. رايك ايه؟ يمكن رايي بعد المباراه ميدو بيبقى صعب شويه يعني، دايما احنا عشان بعيد عن المطبخ زي ما بيقولوا، فانت مش عارف مين اللي جاهز، مين الافضل، مين كذا. انا عارف ان انت ممكن تروح للاثنين لعيبه اللي هو ممكن يبقى الخبرات اللي في الملعب. لو بصيت للتشكيل حتى المباراه الاتحاد والمكسب كان مكسب حلو، والمباراه جوه النادي الاسماعيلي او جوه اسماعيليه بحضور جماهيري وبتلعب نادي كبير، انت خسرت المباراه الاولى قدام زد، نادي الاتحاد كان كسبان سيراميكا، لما ترجع تكسب باداء ونتيجه يخليك تثبت التشكيل، ده امر طبيعي. أوكي. انت شايف ان ده امر طبيعي؟ طبيعي جدا. أوكي. التغييرات هتبقى في الحدود، لكن مباراه الاهلي المفروض غير برضه. يعني مباراه الاهلي غير. النهارده كان ممكن بيفتقد للنادي الاسماعيلي عنصر الخبره اللي في الملعب، يمكن عنصر الخبرات كلها نزلت الشوط الثاني. الخمس تبديلات من اول محمد حسن للشبراوي لمحسن لتسوقي يمكن صبحي. كان عصام صبحي وعصام بس عصام نزل مكان لعيب كبير طبعا. لكن المباراه زي ما كلنا شفنا يعني، المباراه فيها خبرات للنادي الاهلي، وفي استغلال الخبرات استغلال طبعا، واستغلال الفرص. النادي الاسماعيلي النهارده كان عنده فرص كتير، لكن الخبرات فرقت، وترجمه الفرص لاهداف فرقت كتير طبعا، والتالق اللي فيه حسين الشحات وبيرسيتاو فرق كتير الفتره الاخيره مع النادي الاهلي. لكن انت عشان بتكلم على النادي الاسماعيلي وبتكلم على التشكيل، شباب قدامهم مستقبل كبير في النادي الاسماعيلي، وده الجزء اللي انت بتكلم فيه. النادي الاسماعيلي محتاج يعمل فرقه ترجع تنافس مره ثانيه. السنه النادي الاسماعيلي معذور، مفيش تدعيمات، القيد مقفول، اللعيبه ثلاث لعيبه مهمين مشوا من الفرقه. انت عارف يا كابتن عماد، يعني انا عارف ان انت محب للاسماعيلي اكيد، والاسماعيلي اكيد ليه مكانه كبيره جدا جوه قلبه. كان عارف كابتن الديون الرسميه اللي الاسماعيلي لازم يدفعها دلوقتي علشان يرجع يفتح القيد ثاني كام؟ انا متخيل ان هو رقم فلكي، مش رقم خفيف يعني. 2 مليون و600 الف دولار رقم يعني. لسه الاسبوع اللي فات كان فيه 900 زياده للعيب اسمه خميسه، بن خميسه. تخيل 2 مليون و600 الف دولار عشان تفك قيد، رقم كبير. انا مش عارف، انا بفكر في الاسماعيلي، انا بحب الاسماعيلي جدا، بفكر يعني ازاي الفلوس دي هتيجي، وكم لعيب بس. كم لعيب من الناس دي خدم النادي او عمل ايه للنادي؟ ولا واحد. انا لو قلت لحضرتك الاسماء، في لعيب افواري انا متاكد ان انت عمرك ما شفته، واكيد ما لعبش. ما لعبش ده عارف حضرتك، وبيرفع قضيه بالثلاث سنين. ده واخد 900 الف دولار يا خد. طيب ده محكوم له ب 900 الف دولار. بن خماسه محكوم له اعتقد ب 800 820 الف دولار. ما لعبوش لعيبه، ما لعبوش.
صح يا دكتور؟ صح صح. ميدو هو مش اول حاجه المفروض يعني في الاداره لما يجي لعيب يمشي ولعيب انت ما استفدتش منه فنيا ولا ماديا ولا اي شيء يمشي وانت متاكد انه هيطلع يشتكي بره غير اللعيب المصري. اللعيب المصري شويه لما بنسمع ان في شكوى هنا او هنا او هنا، لكن اللعيب المحترف ما بيستناش. هل هو بيشتكي في الاتحاد المصري؟ لا، الراجل بيطلع بيشتكي في الفيفا عشان يضمن فلوس، عشان هو طرف دولي يعني. طبعا عشان كده انت عارف وارقام لازم اللي يطلع من هنا لازم تبقى فيه مخالصه. اه بالظبط. انا والله لسه قايل كده من يومين ثلاثه الاسبوع اللي فات ان لازم يبقى رابطه الانديه والاتحاد يشترط على الانديه ان قبل ما تتعاقد مع لعيب تاني انا بقلق في القيد حتى لو مش رسمي الا لما تجيب لي مخالصه من المدرب او اللعيب اللي ماشي من عندك ممضيه منه. ممضيه من النادي الاسماعيلي مش لعيبه بس، لعيبه ومدربين طبعا. لا 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 ليهم فلوس، وده رقم كبير على 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 النادي الاسماعيلي. وان شاء الله المشكله دي تتحل من مصلحه الكوره، النادي الاسماعيلي يرجع تاني ان شاء الله زي الاول وافضل ان شاء الله. دودر يعني برضو لسه كلامنا على الاسماعيلي، ان هنروح على الاهلي نتكلم كتير على على الـ على الـ الاهلي. هل بالنسبه لك حمدي النجاز لغز؟ الماتش اللي فات كان كويس، اتكلمنا واشدنا بيه وخبراته وازاي ان هو استخدم خبراته في ماتش الاتحاد. النهارده حسيت ان في مشكله كبيره من ناحيته. لا بص يا كابتن، يعني الماتش بشكل عام شايف ان حمدي من اللعيبه الكويسه جدا، لسه راجع من الماتش اللي فات، لعيب دولي، لعيب كويس جدا. ما بداش فتره الاعداد مع النادي الاسماعيلي، لما لعب الماتش اللي فات ادى بشكل كويس جدا. لكن الماتش دوت هو بيلعب على اثنين جامدين جدا سواء علي معلول او حسين الشحات، لكن انا شايف النادي الاهلي قطر ما حدش عارف يوقفه. النادي الاهلي الفتره اللي فاتت ماشي بشكل كويس جدا في تجانس ما بين اللعيبه، اللعيبه كمان بقت حافظه بعضها، بتلعب على المغمض، وده انا شايفه ان هو كابتن هاب جلال، انا شايف ان هو اتعامل بالماتش بجرأه غير طبيعيه. دايما بقى شايف ان لعيبه النادي الاهلي في اعلى مستويات، لازم ان انا يبقى في تحفظ لحد ما. النهارده زي ما الكابتن عماد بيتكلم ان عنصر الخبره مش موجود داخل نص ملعب النادي الاسماعيلي. نص ملعب النادي الاسماعيلي النهارده كان متراجع لبعض الشيء. جون من الاجوان الجميله جدا جدا، لو احنا رجعناها تاني يا استاذ ياسر هتلاقي ان الضغط لعيبه النادي الاسماعيلي في نص الملعب قليل جدا. اللعيب حسين الشحات ما حدش مكمل معاه، ما بيخطوش على بعض. امام عاشور عملها حلوه قوي. لا امام طب كابتن بعد خروج امام عاشور حسيت ان المتعه قلت في الماتش. يعني امام من اللعيبه اللي بتدي متعه في المباراه، اللعيبه اللي تحب الكره تجيلها. بالظبط، يعني صفقه قويه جدا للنادي الاهلي. لكن انا يعيب على ان الكابتن ايهاب جلال طبعا مدرب كبير جدا، لكن كنت شايف ان هو بيلعب بجراه غير طبيعيه بضغط عالي في اول الماتش. كان لازم في تحفظ كمان، اللياقه البدنيه عند لعيبه النادي الاسماعيلي بس ما ضغطش عالي قلت بشكل كبير جدا. لا كان في جراه غير طبيعيه. ليه جراه؟ الجراه ديت عايزين طب نجيب عشان نناقش مع كابتن دودار وكابتن عماد الحقيقه. يعني الشيب نناقش مع بعض. انا شايف كابتن عماد ما اعرفش ايه رايك، وهوريك دلوقتي الشيب اللي لعب بيه كابتن ايهاب، ان هو يعني الشيب بتاعنا ان هو لعب بال 4 5 1 وهو معوش الكره، الاثنين الاجنحه ملتزمين، اللعيبه الاثنين التمانيات بيرزقوا وبيرحلوا بشكل كويس. عايز ابص الشيب الدفاع ده ودار تمام. ما يعتبرش يعني، خلي بالك ده طول الماتش كده الناس بترحل. الشوط الاولاني كله كان التزام او غالبا لغايه الجول الاولاني. بعد كده الشيب فك شويه طبعا. وهينزل تحت كل لما النادي الاهلي بيقدر يضرب خط. هتلاقي الـ يعني الشيب ده كابتن امام بينزل لغايه يعني الشيب ده يعتبر يعني ممكن بس ممكن يعني اخر ممكن تراجع بس لقطه كمل. لا كمل بس لا اللقطه اللي هي اللي قبل اللي فاتت الشيب اللي كابتن ميدو بيتكلم عليه بالظبط. بص يا كابتن، هتلاقي لعيبه النادي الاسماعيلي كلها بتبص للكره بس، ما تبصش للعيبه النادي الاهلي اللي هي وراها. يعني بص يا كابتن، بص كمل عادي، كمل كل بص يا كابتن، هتلاقي لعيبه بص ديانج فين، بص امام فين. ماشي طب هيعمل ايه؟ لا طبيعي الطبيعي اللي بيحصل في النادي الاهلي يا كابتن عماد ان بيرسي تاو في وقت من الوقت بينزل ومحمد هاني بيطلع على طول، فاذا الباك ليفت هنا مواصلا كويس. لكن اللعيبه الخمسه دول
مش واقفين صح من وجهه نظر انا. قول لي ماشي. شايف ان هو انت شايفه كان لازم التحفظ الضغط ما بقاش من المنطقه دي، كان لازم يرجعوا شويه لان في سرعات كبيره جدا عند لعيبه النادي الاهلي سواء من حسين الشحات او من بيرسي تاو، فشايف الضغط نفسه المفروض ان هو يرجعوا شويه عشان خاطر اللعيبه كلها تبقى قريبه. حتى هتلاقي الشوط الثاني هتلاقي اللعيبه كلها بقت بعيده عن بعض نتيجه الاجهاد البدني، وده اللي حصل في اثناء الماتش. عايز رايك بس يا دودار ان مفيش مره يعني لما كده احنا وصلنا للدقيقه 4 كل لعب النادي الاهلي على الخطوط مفيش مره اتلعبت بين الخطوط. لا على الرغم ان موديس كان بيحاول زي كده بينزل ما بين الخطوط، حسين الشحات بين الخطوط، ديانج هيدور انه يروح ما بين الخطوط، وده امر طبيعي. مفيش باص اتضرب جوه عمق الملعب ما عدا الجول الاولاني في الدقيقه 23 يعني في بدايه الجول الاولاني ده الباص اللي اتضرب في عمق الملعب، اتعمل اوفرلود على ناحيه والناس اشتغلت ثلاثه واتعمل الشيفت اللي ما بين امام عاشور وحسين تغيير الاماكن ما بينهم. امام عاشور استلم بره وحسين هو اللي كان جوه الملعب، وده العكس اهو قدامنا. هو ميزه بيحاول يا كابتن مفيش يعني الدنيا مقفوله جوه. ده كان التزام في الاول بس ما انا بقول لك لغايه الجون انا معاك. لو الشوط الاولاني بص هو خبرات النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي جوه الملعب في حماس شباب لعيبه الاسماعيلي واكيد هيبقى ملتزم في اول 5 دقايق واول 10 دقايق واول ربع ساعه، وهو اللي بدا بالفرص او الفرصه اللي هو استغل السرعات وكان بصراحه عنصر مهم جدا في 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 طريقه اللعب والتحولات عليه سواء في الشوط الاولان او في الشوط الثانيه. ان انت تضرب عمق الملعب في واحده بس وتفك التكتل ده هتخليك تتعود ان انت تبدا تلعب تاني من جوه الملعب. بس 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 دودار يعني انت النهارده معلش مع احترامي الكبير يعني ياو انور لعيب كويس وانا دربته ولعيب مجتهد جدا ومخلص كل حاجه، لكن عايزين نجيب الفرصه بتاعت ياو انور. انت لما بتجيب لعيب محترف عشان يبقى في فرق ما بينه وما بين اللعيب المصري ان هو لما يجي له حاجه زي دي اصل الكوره دي ما فيهاش يعني انا راجل كنت راس حربه دي ما فيهاش دي لازم ادوس عليها واخد الراجل في ظهري يا بينالتي يا جون ما فيهاش كلام ولازم انهيها بين الثلاث خشبات. ما هو النهارده انا بجيب لعيب راس حربه محترف لازم يعني انا متوقع كابتن عماد مثلا لعب مع اوتاكا في الاسماعيلي لا يمكن الكره دي تجيله ويتصرف بيها بالشكل ده فاهمنا دودار ده جات له ثلاث كوره كابتن ده دي اللي انا عايزين نعرضها بس يعني جات له ثلاث كور في الدقيقه الاولى في الدقيقه 31 في الدقيقه 56 سهل جدا هو يلعب للناس اللي جايه من تحت يعني كذا كوره يعني بص يا دودار دي اللي فرق ما بين اللعيب الكبير مع انا بحب يعني انور جدا بس كوره حلوه قوي معموله لينك اب من حاجه يعني انور نزل لتحت الخطوطين ولف وخد الراجل وجري انت بقى الراس حربه الجامد اللي هو بقى اللي بيجيب لك 20 جون اللي تديله بقى 400 و500 الف دولار لان خباك اللعيبه دي بتاخد الارقام دي انا مش بقول الكلام يعني انت ان انا بقى الراجل ده ادوس عليه واحطه في ظهري يا ضرب الجزاء يا جون واحطها بوش رجل الشمال اي حاجه بس بص التصرف ازاي يا كابتن كام سنه يا انور كام سنه تقريبا 25 احتكاكه كان ايه برضه كان لعيب محترف في النادي الاسماعيلي او جاي من لا هو تلاقيه كونغو تقريبا يعني برضه ميدو لما بنقارن لعيب ممكن شويه كمان يعني هل مستوى السنه دي او بدايه احنا لسه اول انا شفته في مباراه الاتحاد هايل ممتاز ممكن النهارده ضغط المباراه اول او ثاني مره يلعب ضد النادي الاهلي النادي الاهلي كمان في حالته وهو كمان عايز يثبت وجوده سنه موسم عن موسم لازم يتعلم من الاخطاء لازم يشوف نفسه كويس جدا ويبدا يتراجع مع التصرفات في نص فرص يعني دي المفروض انا هكمل عشان العب بشمال على الجول انا خلاص انا لازم المساك يبقى في ظهري انا لازم ادوس على الكره عشان المساك يبقى في ظهري لما اطم يبقى لازم اشتغل مع الناس الفينش حتى لو هيتمرن زياده عن نوت ان انت تفنش على الجول ايه اللي فرق مع النادي الاهلي الكواليتي بتاعت اللعيب حسين الشحات بحسه مش مهاجم حط رجلي على بحسه مش مهاجم مين بحس ان هو لو لعب على الطرف هيبقى احسن بكتير ما هو ساعات بيلعب يعني في وقت من الاوقات لو انت بتلعب على التحولات هو انا حاسس ان هو عبد الرحمن مجدي وهو ومين يلعب راس عرب المشكله برضو الولد الثاني مروان ده لعيب كويس بس صغير مروان برضو من اللعيبه الكويس لكن انا كنت النهارده لا مروان مش مروان حمدي في مروان ولد صغير اللي هو بدا ماتش زد في مروان اول مباراه لعيب كويس قوي يعني مواليد 2000 بس النهارده كنت عايز اتكلم على عبد الرحمن مجدي تمام عبد الرحمن مجدي كابتن عماد النهارده مركز من اللعيبه الكويسه جدا يا كابتن وكنت دايما بتكلم عليه السنه اللي فاتت ان اللعيب ده لو ركز هيكون موجود في منتخب مصر النهارده عمل كل حاجه في الكوره كان ناقصه بس ان هو
يتعاون في بعض الكور مع اللعيبه، كان كويس في الماتش اللي فات. فانا شايف محمد مجدي عايز اقول له بدايه دوري كويسه جدا، كمل على كده واستمر على كده، لان انا مقتنع بمستواه ومقتنع ان هو لعيب كبير مع العقليه اللي مع شخصيته اللي تهدى شويه ويركز في الملعب بس. اعتقد ان عبد الرحمن ممكن يلعب سهل جدا على منتخب مصر. كابتن عماد، نروح للنادي الاهلي. الاهلي حلاوه كولر في بساطته اكيد، واهتمامه بالاساسيات والثبات التشكيل ولا رايك في تقييمك ايه الكولر السنه دي بالذات وبدايه الموسم؟ الناس اللي كان مستعجلين من الموسم اللي فات بيدوا في التقييم اول ما بدا الموسم، بعد مباراتين، بعد ثلاثه. النهارده لا، بعد موسم كان موسم مميز للنادي الاهلي، فاز بكل البطولات، الخمس بطولات اللي شارك فيهم. انت عارف برضه جمهور النادي الاهلي بيستنى الاكتر، يعني عايز خدنا السوبر، انت عايز سوبر كمان، دوري انت عايز دوري كمان، كل سنه، وده حال النادي الاهلي كل وقت. هو انا شايف ان اكبر ميزه عنده السيطره اللي هو عاملها في اوضه اللبس. النهارده فين مروان عطيه؟ اللي موجود كوكا، حسيت فكره كوكا انضم للمنتخب. ما انا بقول لك حسيت بفرق امام، مكان امام حسيت ان في فرق كبير ما بين مين؟ كوكا في نفس المكان ستة وما بين مروان عطيه. انت تجهيز اللعيبه، اقول لك رايي بصراحه. بصراحه والله، وانا قلت الكلام ده على فكره من بدايه الموسم، كوكا افضل بكتير من مروان عطيه في لعب الكره ما بين الخطوط. مروان عطيه لعيب، يعني الانجليزي يقول لك ايه، اول اوفر ذا بليس، لعيب اللي هو يجري لك في كل حته. كوكا على فكره ده انا بقول لك يعني هيبقى لعيب كبير، لان هو ذكي جدا. مظبوط. صراحه اختلف معاك يا كابتن. ماشي، اختلف. انا اختلف معاك. احنا جايبينك عشان تختلف. اختلف معاك في نقطه ان طبعا كوكا لعيب كبير جدا ولعيب كويس جدا، لكن وجود مروان عطيه كنت شايف ان لعيبه نص الملعب في النادي الاهلي النهارده مش زي كل ماتش. النهارده الاختراقات عبد الرحمن مجدي، حته ان انت تغطي على علي معلول وتغطي على محمد هاني وتبقى موجود قدام السرد باكين، دي نقطه مهمه جدا. كوكا مش مميز فيها، ديانج النهارده ما كانش مميز فيها. انا شايف ان مروان عطيه لعيب مهم جدا 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 ومن اهم اللعيبه في نص الملعب، ووجوده في الملعب بيدي تقل لعيبه نص الملعب. طيب كابتن امام بيتكلم على نقطه ثانيه برضو، ان ايه حته السيطره على الاوضه، ان القرارات ده مستر كولر. روتيشن مهم جدا. تثبيت بعض العناصر، تحس ان هو بيعمل دايما تركيبه او توليف. السنه اللي فاتت كان، او الموسم الماضي كان، كهربا، حسين، تاو، محمد شريف، احمد عبادر، طاهر، يبقى انا مجهز ستة لعيبه، الثلاثه اللي تكوينه للفريق. لما يغير ما تحسش ان في مشاكل كتير. المنظومه بتاعت نص الملعب، مروان، كان حمدي فتحي، ديانج، السلية قبل الاصابه مع مروان مع هفشه، في شكل كتير كتير. انت او امتى كنت بتشوف قفشه مثلا يضغط او يقطع الكوره؟ قفشه مش بتاع استخلاص كوره، وما عندوش الادوار دي السنه دي، لا بيعمل الادوار دي. انا ما الكوره بتقطع منه وعنده رد فعل، عنده رد فعل ما كانش موجود الاول. ده مدرب، شغل مدرب صح، ده مدرب. التطور في طريقه اللعب النهارده بعد تغييره امام، خلاص اوتوماتيك انا حسيت ان النادي الاهلي رجع زي الاول 4-2-3-1. هو لعب 4-2-3-1 سوري، امام كان قدامهم، امام شويه عشان هو 8 فبينزل يعني، وديانج هو اللي بياخد. لا هو بدا ب 4-3-3، امام عاشور ناحيه الشمال وديانج ناحيه اليمين، وفوسطهم كوكا 6. لما طلع اول لما طلع راح قلب 4-2-3-1 صريح. ما ده اللي انا صريح، مسقط ديانج مع كوكا وطاهر يلعب، وطاهر لعب 10، وده تنوع مهم جدا. شايف ان 4-2-3-1 كان امام عاشور دايما لا بيلعب ما بين العمق، كان بيروح طبعا ناحيه الشمال ان هو اصلا بيحب المنطقه ديت. لكن لما طاهر نزل كمان لعب برده ب 4-2-3-1، وشايف تغيير طاهر دي تغييره ما كانش عجباني. ليه؟ طبعا ما كانش عجباني، كان ممكن ينزل قفشه. طاهر اتحرك كويس. لا كابتن، كان ينزل قفشه لو انت تلعب ب 4-2-3-1. طاهر الجون اللي جابه بيرستاو، شفت عمل ايه في الجون اللي جابه بيرسي تاو؟ يا ريت تجيب لنا الفيديوهات. طريقه لعب طاهر، لكن طريقه لعب طاهر خد بالك الاستحواذ راح. انت رايك كان قفشه كان لازم ينزل؟ طبعا الاستحواذ راح من النادي الاهلي لما نزل طاهر. اوكي. نص الملعب حتى هتلاقي الاستحواذ في النادي الاسماعيلي بقى اكتر من النادي الاهلي. خلينا نكون متفقين ان قفشه وجوده لما بيلعب في المركز ده كابتن عماد بيدي استحواذ في نص الملعب وبيدي شكل النادي الاهلي. دي مش موجود اصلا في طاهر. حتى الجون اللي جه قصدك ان قفشه يعني بقى في استلم بين الخطوط كويس احسن؟ طبعا 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 طبعا. فرق شاسع ما بينه وبين طاهر في نص الملعب. لكن طاهر لاعب يلعب هاف ليفت، يلعب هاف رايت، يادي بشكل، ممكن يلعب مهاجم كمان، يادي بشكل كويس جدا. لكن هو موجود، ما هو موجود عشان كده برضه. يعني طاهر لعب تحت الفرود طاهر. ما هو ايوه، ما هو موجود علشان دي.
في فرق طاهر ولا قفشه؟ لا طاهر هو موجود عشان دي. لا الاحسن انا مش حابب بس خلينا بس يعني هل انت النهارده بتقارن ما بين طاهر وقفشه في المركز اللي لعب فيه؟ في المركز اللي لعب فيه هو كمدرب شايف ان في المباراه دي اللي ممكن في التحولات واللي يروح زي كده اسرع واللي يروح ورا الفيرود خاصه ان انت عندك راس الحربه مودس لسه ما دخلش جوه الانسجام مع اللعيبه فانت محتاج لفيرود قفشه بين الخطوط زي ما ميدو بيتكلم كده بيشتغل بين الخطوط كويس جدا ويوصلك للجول ويبقى دايما مستني الكره الثانيه عشان هو اللي يشتغل من بره ال 18 طاهر لا طاهر ينفع يشتغل فيرود لو طلع بره على الخطوط طبعا لو طلع على الخطوط هيشتغل كويس بس انت عارف يا كابتن عماد ويعني واكيد وانتوا الاثنين لعبتوا قدام خطوط هجوم كبيره طبعًا. في الكارير بتاعكم صح انا في رايي ان التغييره بتاع ان طاهر هو اللي ينزل نمره 10 تغيير عبقري من كولر وهقول لك تفسيري ليه مودست في حالته دلوقتي ما بيستلمش كره الا في رجليه لازم اللعيب اللي بيلعب نمره 10 تحتيه دودار والاجنحه يكونوا بيتحركوا في مساحه تمام ليه لان لو كل الناس النهارده بتستلم قدام الديفنس كابتن عماد يقول لك لو اللعب كله قدامي خلاص انا عادي ممكن وانت عندك 45 سنه تلعب الماتش مفيش مشكله الازعاج الحقيقي اللي بيجي لك ان ناس بتجري في ظهرك هو عارف ان مودست مش قادر يعمل دي بس انا عايز اعرف رايكم هو ده اللي انا هو ده اللي انا كنت اقصده ان انا الحاله اللي لسه عليها مودست النهارده محتاج ان يبقى معاك راس حربه تاني مش هو النهارده راس الحربه طبعا اللي هو هتسيبه هو يقدر يشتغل لوحده كمحطه وبعدين يروح بسرعته وبعدين ياخد الكره العرضيه صعب طب انا صعب. عايز كده يبقى على حساب يا كابتن لو كده يبقى كده على حساب تاو او حسين الشحات فمن قصدي ايه لو اتعمل كده يبقى على حساب حد من نص طيب. انا 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 عايز اعرف رايكم انتوا الاثنين في فكره الدفع بمودست لان هي فكره فيها برضو مخاطره بس فيها جزء ايجابي وجزء سلبي هعرف رايكم انتوا الاثنين في فكره الدفع بمودست من بدايه المباراه للمباراة الثانية على التوالي لكن بعد الفاصل نطلع فاصل ونكمل كلامنا عن ماتش الأهلي والإسماعيلي مع الكابتن عماد النحاس والكابتن دودار اهلا بحضراتكم مره ثانيه في الريمونتادا وضيوفي للحديث عن مباراه الاهلي والاسماعيلي وفوز الاهلي على الاسماعيلي 3-1 الكابتن عماد النحاس والكابتن دويدار كابتن عماد يعني اشراك مودست من البدايه انت شايفه مخاطره ولا طبيعي لا طبيعي يعني طبيعي في ظل ان كهربا موقوف فطبيعي انه راس الحربه النادي الاهلي اتعاقد معاه بعد فترة كبيرة النادي الأهلي كان بيدور على راس حربة وبتفاوض أكتر من لاعب وأنت اخترت إن الراجل ده هو اللي ياخد الراية زي ما بقول يبقى هو راس الحربة اللي موجود ويترجم الفرص اللي عندك لأهداف. الجزء الثاني أنا عارف إن أنت في السؤال واتكلمت فيه أنت قبل الفاصل الميزة والعيب إنه الميزة إن هو يلعب عشان يتعود انا حاسس ان هو مش هقول ان هو لسه بعيد عن الاجواء وعن الانسجام ما بينه وما بين اللعيبه لا هو كان بعيد من ناحيه التدريب ان انت في هو عمل فتره ده مع الفرقه درجه رابعه يعني مهما كان برضه مش زي وانت بتشارك وانت بتلعب فلازم هيكتسب الكلام ده من خلال التدريب ومن خلال الماتشات الماتش اللي فات في بطوله افريقيا خد وقت اطول من النهارده 78 دقيقة في ماتش افريقيا كان واصل ل 83 دقيقة فكل ما بتاخد وقت اطول كل ما انسجامك هيكون اكتر مع اللعيبة اكيد اللي هي النفسية الاعلى تسجيل اهداف يمكن النهارده في بداية المباراة رجعت له كورة كده مش بينها بينها من الباك ليفت اياد طبيعي لو هو جاهز وفت وذهنيا انت محضر لا انت هتروح على الجون تستلم وتحط جون زي نفس زي الفكره لعلي معلول لما رجع الكره القصيره للشناوي وكان هيكملها يعني نفس الفكره بص رد فعل هنا سريع ازاي وهنا رد الفعل كان هادي وما راحش للجون اساسا ووقف على الكره لسه محتاج لشغل فطبيعي لما هيجيب الشغل من خلال التمرين وياخد دقايق قليله لما يكون في راس حرب انما الحظ دلوقتي ياخد وقت اطول فرقك لو كهربا كان مش موقوف كانش مودست هياخد الدقايق دي ممكن بحس عارف
انت عارف زي ما انتوا كده على طول لما تشوفوا لعيب مدافع بحكم خبراتكم بتاع بتعرف ان هو بيشتغل بدماغه ان هو مش قادر ولا لا. انا برضو بالنسبه لي المهاجم هو هي لان انا مودست اتفرجت عليه كويس قوي في فرنسا واتفرجت عليه كويس قوي مع دورتموند وعارفه كويس قوي. اول لما المهاجم اللي هو بيجري في مساحات على طول يبتدي ينزل لتحت ويستلم الكره في رجليه تعرف ان هو لسه مش جاهز. هو بي 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 بيلعب بمخه يعني ده اللي انا حاسه. هو بيلعب بمجهوده اكتر يعني المجهود مع بمخه يعني ان مش يعني انا كده يعني زي ما بقول لك هو بيحاول يكتسب الجزء البدني والانسجام مع اللعيبه من خلال التمارين ومن خلال الماتشات عدد الدقايق هي, هي هي بس انت دودار شكل مودست يخليك ان انت شكل مودست يعني يخليك وحركته تخليك ان انت يعني تقلق ان هو الراجل ده ممكن ما ينجحش ولا لسه بدري. بص خليكم متفقين يا كابتن الحكم على اللاعب نفسه قدامه شويه يعني قدامه شويه. انا قلت ان لازم على الاقل يلعب له 6-7 ماتشات عشان خاطر يشتغل لكن بالمنظر دوت انا شايف ان كولر بيظلمه. يعني انا شايف ان ماتش النهارده كان ممكن يبدا بطاهر لحد ما الراجل ده يجهز بدنيا لان الراجل فعلا بدنيا واقع. انا شايف ده مش الصفقه السوبر اللي جمهور النادي الاهلي مستنيها. شايف النادي الاهلي يقدر يجيب مهاجم او يشتغل من السنه اللي فاتت. خد بالك مشكله النادي الاهلي في المهاجم دي من السنه اللي فاتت فكان لازم يشتغل من السنه اللي فاتت ان هو يقدر يجيب مهاجم السنه دي. خد بالك النادي الاهلي دعم امام عاشور صفقه قويه جدا دعم في كل حتى رضا سليم من اللعيبه الكويسه جدا لسه رضا سليم برده عنده احسن من كده لكن عندي علامه استفهام جدا على المهاجم مودست. شايف ان هو في ايجابيات طبعا ان هو بيلعب بدماغه كويس محطه كويسه لكن انا حاسس سرعات اللعيبه اللي تحتي اسرع منه هو نفسه. يعني سرعه بيرسيتا وسرعه حسين الشحات سرعه امام عاشور سرعه ديانج حاسس ان سرعات اللعيبه دي تتفوق على فكر مودست لان اللعيب بطيء جدا مش جاهز. يعني ممكن يكون محتاج الراجل عارفه كويس وشايفه كويس وعارف ان هو محتاج ياخد دقائق كل ماتش 60 70 مش جاهز ده يا كابتن ما جاذبش بيه. طب انا من رايي ما جاذبش بيه انا من رايي بس ما فيش حد انا لا في طاهر محمد طاهر في كهربا الماتش اللي فات ما هو خد بالك كابتن كهربا الماتش اللي فات كان احتياطي كان مودست بيلعب مهاجم وكان كهربا احتياطي اللي انا عايز اقول لك دليل ان هو عايز يستغل الماتشات لا هو حبه عايز يديله الثقه هو مقتنع بامكانياته لكن على المستوى الفني لا هو مش جاهز ولا بدنيا ولا جاهز فنيا وشايف ان هو كده بيظلمه. طيب معانا مداخله مهمه جدا من يعني واحد من الكباتن الكبار الكابتن رمضان السيد نجم النادي الاهلي السابق. كابتن رمضان مساء الخير. مساء الخير يا ميدو. اهلا تحياتي لعماد النحاس واحمد دبار. اهلا بيك يا كابتن رمضان. تسلم لي يا كابتن. يسلم عليك كابتن رمضان. يعني في الايام الاخيره وانا هنا بكلمك بصفتك يعني جد عمر سيد معوض اللاعب الشاب بالنادي الاهلي اللي بنتمنى له طبعا السلامه بعد الاصابه الكبيره اللي تعرض لها وهو لسه صغير ان شاء الله باذن الله يقدر ان هو يتعافى بسرعه ويرجع اقوى مما كان ويستغل الاصابه دي في ان هو يقوي بعض الحاجات اللي ممكن تكون محتاجه ان هو يشتغل عليها. ظهر كلام ان في مشاكل وان سيد معوض بيحاول ان هو الولد ما يمضيش عقد مع الاهلي ويسافر يلعب بره. ظهر بعض الاقاويل ان في مشكله ما بين سيد معوض كابتن سيد طبعا والنادي الاهلي على المكان اللي تعمل فيه العمليه في مصر ولا في المانيا. عايز يعني اخد رد من المانيا او النمسا. عايز اخد راي من حضرتك عن الحاجات اللي يعني اللي بتتقال في اخر 48 ساعه. للاسف الشديد يا ميدو في مغالطات كتيره جدا جدا وما اعرفش هل هي متعمده كمان ولا ايه. يعني تخيل عمر وهو خارج من غرفه العمليات بعد ما الدكتور كان معاه وبيطمنه على العمليه والحاجات دي كلها هو عمل العمليه في النمسا يشوف بقى في السوشيال ميديا حاجات غريبه جدا اكاذيب. يعني حد يقول لك ان ما فيش عروض جت لعمر سيد معوض. حد يقول لك مش عارف ده سيد عاوز يطلع عمر فري. طيب ده بالعكس ده اول ما جه عمر راح عمل معايشه في ريال بيتيس لمده 4 اسابيع وكمان هي ما كانتش معايشه فتره اعداد مع فريق بيه مش فريق 2006. الناس مهتمين بيه بقى اهتمام كبير جدا بعد ما شافوا الفيديوهات وبعد ما جم تابعوه هنا في خلال مباراتين ومباريات زد اللي هي كانت
دورة زد اللي كانت معمولة في رمضان طبعا الناس معجبين بيه بشكل كبير جدا. فسيد لما جم بيتكلموا مع سيد، سيد قال لهم انا عاوز عمر يخرج من النادي الاهلي عن طريق النادي الاهلي. يعني هو طبعا مش عامل طبيعي ان هو لو خرج فري، لو راح اتكلم مع زد وراح اتكلم مع رياض بيتيس وعمل تعاقد مفيش مشكلة خالص. لكن هو طب 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 السؤال اكيد اي اهلاوي يتفرج علينا كابتن رمضان لو تسمح لي، يعني هيقول لك طب ليه، طب ليه طالما كابتن سيد بيقول ان عمر ما يخرجش الا عن طريق النادي الاهلي، ليه طب ما يوقعش عقده وخلاص يبقى الموضوع فعلا رسميا في ايد النادي الاهلي؟ طيب ما انا هقول لك، ما انا هقول لك هو ده الموضوع كله في ايد النادي الاهلي لغايه دلوقتي. اللي حصل ايه؟ ان اتبعت عرض يوم الاصابه بتاعت عمر، يوم عمر جاله الرباط الصليبي اتبعت عرض كان مبعوت عرض للنادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا رد على العرض، العرض زود شويه في حاجات ورد على العرض، وهم كمان لما بعت لهم الرد ردوا تاني اول امبارح وهو خارج من العمليه. يعني يعني الناس شوف مدى اهتمامهم بعمر. يعني حضرتك بتاكد ان مفيش مشكله وان في مفاوضات متقدمه ما زالت يعني جاريه ما بين مسؤولي ريال بيتيس ومن مسؤولي النادي الاهلي؟ بالظبط، والاثنين في اتفاقيات والاثنين بيتعاملوا مع بعض بشكل كويس قوي والدنيا ماشيه كويس قوي. في ناس للاسف الشديد يعني عماله بتسيء للولد وتسيء لسيد، ان سيد عاوز يطلع عمر فري او عمر عاوز يخرج فيه. ولا الكلام ده موجود خالص، ده بالعكس ده في بونص كتير جدا محطوطه في العقد الاثنين، العرض الاولاني انت والعرض انت انت احساسك، انت احساسك يا كابتن رمضان بخبرتك وبحكم ان انت راجل يعني حفيدك، انت حاسس ان الموضوع ماشي في اتجاه كويس ان شاء الله ممكن ان عمر يبقى موجود السنه الجايه في ريال بيتيس ان شاء الله عن طريق النادي الاهلي بنسبه 100%؟ عمر هيكون في اول الموسم ان شاء الله يرجع بالسلامه ويرجع فت ويرجع احسن من الاول كمان ان شاء الله، هيكون في ريال بيتيس بموافقه النادي الاهلي اللي سيد معوض مصمم على كده ومصر على كده ان عمر ما يخرجش الا من خلال النادي الاهلي. صحيح. شكرا كابتن رمضان السيد نجم النادي الاهلي السابق، كانت يعني توضيح مهم. انا بس يا جماعه عايز اقول لكم على حاجه، الاهلي عمره ما بيقف على لعيب ولا الزمالك عمره ما بيقف على لعيب. لما يجي فرصه لولد صغير ان هو يخوض تجربه وان هو عنده 18 سنه 17 سنه يروح يلعب في اسبانيا، يروح يلعب في بلجيكا، يروح يلعب في فرنسا، سيبوه والجمهور ما يعلقش المشانق للاداره ازاي تسيب، لا سيبه يروح وخد 50% من اعاده بيعه، سيبه دلوقتي ب 500000 يورو او 300000 يورو يروح يلعب سنتين ثلاثه، خلينا عندنا انفتاح. كابتن عماد عايز اقول لك على حاجه، انا عايز اقول لك على حاجه بس رقم هيخضك شويه بس عشان تعرف السكه راحه فين. يعني هقول لك يا دودا، السنغال عندهم 286 لعيب محترف، 486 لعيب محترف في اوروبا، منهم 82 بيلعبوا في الخمس دوريات الكبرى. مصر عندها 4 لعيبه بيلعبوا في الخمس دوريات الكبرى. فالنهارده احنا هنبتدي نوصل لفوارق. يعني انا طبعا في ناس بقى تاخد الحلقه دي ويقول لك ميدو يشجع على رحيل عمر من الاهلي، انا والله حتى لو للزمالك سيبوا الاولاد تمشي مش مشكله، ايه المشكله؟ خليني بس الاول طبعا كان اقول لعمر الحمد لله على السلام، امبارح عمل العمليه والسيد معوض طبعا ان شاء الله يرجع ان شاء الله افضل، إن شاء الله افضل من الاول باذن الله. عمر واحد من افضل الناشئين اللي موجودين في مصر طبعا، حظه الوحش ان يوم العرض هو يوم الاصابه. سيد فعلا مصمم ان عمر يطلع من خلال النادي الاهلي، كان انا شويه قريب من الاحداث جوه النادي. لو سيد عايز عمر يمشي طبيعي انه كان السنه دي يا ميدو انت عارف ان انت تمشي من غير عقد، انت لسه لعيب هاوي مش لعيب محترف، سهل ان انت تمشي. لكن سيد من الناس اللي بتحب النادي وعارف ان عمر متربي جوه النادي الاهلي، فطبيعي انه هيمشي من خلال النادي الاهلي. يمشي ازاي هو ده اللي كابتن رمضان كان حابب ان هو يوضحه، يعني ان الناس ما تقولش ان نطلع. انا مع نفس الفكره ان لو عندنا مليون لعيب يطلع ايه المشكله؟ مش هتتاثر والله، لا ايه المشكله يعني هو مش هيبقى فيه مشكله. يعني السن ده بالذات السن 16 17 18 سنه، احنا عارفين ان سن الخروج 18 سنه، وعندنا لعيبه في سن 17 سنه مواليد 2006 اللي اتظلموا، يعني سن 2006 ده اتظلم ما كملش المنتخب، ده كان يكمل كان لسه عنده كاس عالم، خرجنا من بطوله افريقيا. بعد شويه منتخب 2005 ده اللي احنا عايزينه يكمل، ده اللي هيبقى المنتخب اللي بعد كده من 2006 اكيد طبعا. هم بقوا فرقتين، بقوا فرقه واحده مظبوط. اللي موجود فيه النهارده مدير فني كابتن وائل رياض شيتوس ومعاه علاء عبده، اتمنى لهم ان شاء الله ان شاء الله يعملوا منتخب قوي ان شاء الله.
فكره الخروج بره كابتن ايمن طاهر، انت هتشجع طبعا. طبعا هتشجع الولاد او اللعيبه دي تطلع من بدري عشان يبقى عندنا قاعده كبيره. ليه الناس النهارده ما بنتكلم مع اي حد؟ احنا ليه ما عندناش محمد صلاح تاني؟ ما انت مش عايز تبتدي، مش عايز تطلع. ليه انت باصص لصلاح وفل؟ ليه باصص لصلاح في المشوار في الاخر النهارده؟ ليه مش باصص في المشوار من الاول؟ صح. ليه مش باصص له الاول من بازل؟ طبعا ليه؟ ما هو ده المشوار، هو ده بدايته. كان سنه كام سنه؟ في العشرين، في التسعتاشر؟ طبعا. ليه مش باصص لمشوار ميدو اول ما خرج؟ انت عارف دودار، انا النهارده بتفرج على ماتش برايتون و برايتون وليفربول، اتنين لعيبه بيلعبوا في برايتون يا كابتن امال، 19 سنه ادونجا 21 سنه اللي جاب الجون الاولاني، ادنجا اسف، لعيب كبير طبعا، والراجل بتاع نص الملعب بتاع برايتون سنة 20 20 اللي جاي من ليل اسمه برابل، برابل حتى الدين لعيب. عارف ده منين يا كابتن؟ منتخب الكاميرون. كاميرون 19 سنه، مواليد 2004. انا عايز بس اقول الف سلامه على عمر، وباكد على الكابتن كلام الكابتن عماد ان عمر من اللعيبه كويسه جدا، والف سلامه عليه وربنا يشفيه. وطبعا موقف صعب جدا بالنسبه له، لكن هو لسه سنه صغير وقدامه العمر كبير جدا. عمر كبير جدا بالنسبه له، وكويس ان الكابتن رمضان السيد وضح الكلام دوت، ومحدش يشكك في الكابتن سيد معوض ان الراجل ده اهلاوي. لا اهلاوي صميم جدا، وعاوز برضو ان عمر يخرج من خلال النادي الاهلي. بص يا كابتن، 21 سنة، مولود في أبيدجان، الراجل ده يلعب مع المنتخب، يخلي الراجل التاني بتاع نص الملعب. جيبوا لي نمرة 20 كابتن أمريكا، لازم اتفرجت على الماتش؟ شفتها طبعا، شفت نمرة 20. انت عارف ان ده أول ماتش ليه في البريمير ليج؟ أول مباراة. حتة الدين لعيب شبح في نص الملعب، الأشول يا جماعة، إيه ده؟ مواليد 2004، يعني ولد، يعني حاجة. النهاردة المذيع هيتجنن. أنا النهاردة كنت المذيع بيقول لك إيه اللعيب ده؟ كارلوس بالية لومكم ده اسمه كاميرون. كاميرون تخيل، يعني 19 سنه، مواليد 2004. حاجه يعني عظيمه جدا. لازم واحنا عندنا يعني كمان لعيبه في النادي الاهلي ولعيبه في نادي الزمالك ناشئين، لازم كل حاجه، والانديه الثانيه وفي زد كل حاجه ناشئين محترم وكويس جدا. لا في لعيبه كويسه جدا، خد بالك زد ماشي بالسيستم ده، انا برده بيطلعوا لعيبه لبره، ودي حاجه مهمه جدا وحاجه كويسه جدا يعني. طبعا كابتن عماد نورتني، انا بشكرك جدا ان شاء الله، واتمنى ان اللقاء ده يتجدد. اتمنى يعني ان احنا نتناقش مع بعض في الكوره وندردش مع بعض في الكوره. انت عارف احنا برنامجنا هنا كله كوره، باستثناء بس دودار لما بيحب. انا عايز بس اقول خبر حصري يا كابتن، خبر حصري لنادي الزمالك ان خبر حصري لنادي الزمالك، وخبر مهم جدا، ان طارق حامد بنسبه كبيره هيكون موجود الموسم القادم في نادي الزمالك. في مفاوضات مع مجلس الاداره الجديد، ان طارق عنصر مهم جدا، وان هو لازم يرجع بنسبة كبيرة، هيكون موجود السنة اللي جاية، بجانب ان فتوح عليه علامة استفهام كبيرة جدا. مش عايز اتكلم في موضوع هيجي في الوقت المناسب ان نتكلم على فتوح، لان طالب طلبات كبيرة جدا 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 جوه نادي الزمالك، وطالب منحة تعاقد، منحة تعاقد عايز الراجل وهو بيمضي ياخد فلوس من مجلس الإدارة اللي موجود، وخاله اللي بيتكلم باسمه مش احمد يحيى، وبيتكلم في مبلغ 60 مليون جنيه. الكلام ده اول مرة، الكلام ده على مسؤوليتي ومع الأمم مؤكدة، وانا ما بقولش اي 60 مليون جنيه منحة تعاقد، 60 مليون جنيه وعايز ان هو قبل ما يمضي ياخد فلوس تعاقد، كانه جاي لاعب من نادي تاني. النهارده بيقول لي نادي الزمالك لو انت هتجيب لعيب من بره هتجيبه بكام؟ فبالتالي انا اللي اعرفه ان فتوح طلب منحة تعاقد، بس مش الرقم ده، يعني الرقم زاد، رقم كان 30 مليون، لا كان اقل من كان 30 مليون، 25 30 مليون، لكن انا متاكد ان هو 30 مليون، بجانب ان العرض بقى 60 مليون. يبقى منحة تعاقد طلب، هو يعني طلب طلب طلب، وكان خاله قاعد، وناس من مجلس الإدارة الجديد هو اللي بيتفاوض معاه. وأنا شايف إن الطلبات دي صعبة جدا جدا، شايف إن فتوح لازم يعمل اعتبار لجمهور نادي الزمالك، ويعتبر إن نادي الزمالك ده هو اللي عمله. ودي كلام أنا بأكده، وكلام أنا واثق فيه جدا يعني. وأنا بستأذن يعني كابتن عماد، يعني أقول لكم الرأي يعني في القصة، إن دي محاولات من البعض ان هم يبرروا ان لو فتوح مشي ان هو راجل طلب وطلب وطلب وطلب. الحقيقه اللي عندي انا بقول لك، الحقيقه اللي عندي ان فتوح طلب نفس الرقم اللي خده زيزو كمان حتى تعاقد، وقال انا راجل لعيب دولي زيه، ان انا راجل كذا كذا كذا، ودي اخر معلومه عندي. انت عندك معلومات؟ المعلومه زادت الضعف دلوقتي، دي المعلومه اللي عندي، زادت بقت 60 مليون جنيه، وده رقم كنت بتكلم مع كابتن. وليه ما تقولش ان ممكن الناس بتحاول ان هي تبرر لنفسها ان هو بان هم يخرجوا القصص دي، ممكن ان هو راجل، ان هو الفتوح واللعيب، ان هو يطلع اللعيب على المسرح قدام الجمهور؟ كل شيء جايز، كل شيء جايز. انا المعلومات اللي عندي ان فتوح ما طلبش جنيه زياده اكتر من اللي طلبه زيزو،
وانا شايف ان ده عدل. النهارده فتوح لعيب اساسي ولعيب مهم جدا للزمالك، وطبيعي ان هو يقول لك ان انا مثلا زيزو خد 25 وهو بيمضي، انا هاخد 25 وانا بمضي. ففي الحته دي ماشي، انما الكلام اللي انت بتتكلم فيه ده صعب. مليون جنيه وخاله هو اللي بيتكلم في كل حاجه. صحيح، نورتنا يا كابتن عماد. انا بشكرك وسعيد طبعا ان انا موجود معاك. وفي الاخر طبعا عشان مباراه النهارده اهلي وزمالك، اهلي واسماعيلي، مبروك النادي الاهلي، هارد لك النادي الاسماعيلي. طبعا شكرا لك، شكرا يا كابتن، ومبسوط ان انا كنت معاك، وطبعا مبسوط ان انا مع الكابتن عماد حبيبي. يا دكتور، دي كانت حلقه النهارده مع نجوم الريمونتادا، الكابتن عماد النحاس والكابتن دودار. تصبحوا على خير واشوفكم بكره على خير باذن الله.